رفعت ظبط امر الظبط. تمام يا باشا. يعني مش كفايه جاي لي النهارده من غير سندوتشاتك الحلوه ولا عصايرك القباها؟ لا وكل كلامك خرمانت حته هنا وحته هناك، مش فاهم منه حاجه. انت جعان ولا ايه؟ لا مش القصد، انا بس عايز افكك. فاكر اول مره قابلتك قلت لي ايه؟ قلت لك ايه؟ مش فاكر. قلت لي ان في ناس عايزه تقتلك. اه انا كنت بس باجي معاك سكه، بس ما جابتش نتيجه عشان انت هرشتها يا نمس. طب ايه رايك لو قلت لك ان في ناس النهارده جايه لغايه هنا عشان تقتلني؟ هتصدقني؟ لا ما انا ما ياكلش الكلام ده معايا. انا لا معايا سندوتشات اديها لك ولا فلوس احيينك بيها. انت فاكرني بسرح بيك زي ما بتعمل يعني ولا ايه؟ امال ايه؟ عايزني اخد كلامك بجد؟ دلوقتي هتشوف. انت هتقلقني ليه بقى؟ ما هو حاجه من اتنين، يا اما انت بتعرف تمثل مظبوط وساعتها اهلا بيك في الكوباليه، يا اما بقى كلامك بجد يبقى ساعتها هتفارق يا باشا. طب لو في حد فعلا عايز يموتني هتسيبني وتخلع يا شحات؟ الصراحة يا باشا انت طلعت جدع معايا المرة اللي فاتت، بس لو الليلة دي فيها لبش فعلا انا اهيف من ان احميك. اغشك؟ اصيل يا شحات. اصيل. اتكلم معاك يا ابني. قلت هتعمل ايه طارق؟ يا طارق خد بس. الله Thank you.